بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، إذا في هذا الفيديو غادي نحاول نديرو تمرين صحيح ديال التمرين يتعلق بالنظام هو مختار من امتحانات الجهوية نادي الجهوية يسوس من السادسة سنة 2016. النظمة اللي عندنا هي إكس زائد جوج إكغيك كتساوي 20 وإكس زائد إكغيك كتساوي 14. ثم عندنا مسألة يتوفر شخص على مبلغ 100 درهم مكون من 14 قطعة نقدية من فئتي 5 دراهم و 10 دراهم، حدد عدد القطع النقدية من كل فئة. إذا الجواب لدينا النظمة اللي عندنا هي هذه، إذا هنا غادي نستعملو مثلا باستعمال تأليفة خطية. إذا غادي نضربو مثلا هنا، كنلاحظ بأن أنا عندي إكس وعندي إكس وعندي جوج إكس، إذا نحاول نتخلصو من إكس معترف. إذا غادي نحاول نضربو إكس في واحد، نضربو هاد المعادلة في ناقص واحد باش نحصلو على عددين متقابلين. المعامل ديال إكس هو واحد والمعامل ديال إكس في المعادلة التانية هي واحد. غتبقى عندنا المعادلة الأولى هي إكس زائد إكغيك كتساوي عفوا زائد جوج إكغيك كتساوي 20، ناقص واحد ضارب إكس عطاتنا ناقص إكس، ناقص واحد ضارب إكغيك عطاتنا هي ناقص إكغيك، وناقص واحد ضارب 14 هي ناقص 14. ثم غادي نجمعو، يعني نجمع طرفي معادلتين واحد واثنان طرف بطرف. أنا جيت إذا إكس زائد ناقص إكس زائد جوج إكريك زائد ناقص إكريك تساوي 20 زائد ناقص 14. هنا طرف بطرف، يعني هذا الطرف الأول زائد هذا الطرف الأول ديال المعادلة الثانية، وهذا الطرف الأول ديال المعادلة الأولى، الطرف الثاني ديال المعادلة الثانية زائد الطرف الثاني ديال المعادلة الثانية، يعني الأولى الثانية. إذا إكس ناقص إكس مجموع عددين متقابلين صفر، زائد 2 إكريك ناقص إكريك مجموع عددين متقابلان مجموع عددين أو مسارات مختلفتين، يعني بعد مسافة واحدة للمجهد. عدد هنا إكغيك، يعني إكغيك ناقص إكغيك هي واحد إكغيك، 20 زائد ناقص 16 مجموع عددين أو مسارات مختلفتين، يعني بعد مسافة هو 20 هو موجب. عدد هنا 6، 20 ناقص 14 هي 6، إذا إكغيك كتساوي 6. ثم لنعوض مثلا إكغيك ب 6 في المعادلة مثلا الثانية، فنحصل على إذا عوضنا في المعادلة الثانية مثلا هذه، عطينا إكس زائد ستة تساوي 14. إذا إكس استندوا على الطرف الآخر غيروا لها الإشارة ديالها غتولي ناقص ستة، 14 زائد ستة هي 8، ومنه حل النظمة هو الزوج إكس إكس اللي كتساوي 8 وإكس اللي كتساوي 6. ثم غادي نشوفو هنا يتوفر شخص على مسألة، السؤال الثاني مسألة توفر الشخص على مبلغ 100 درهم مكون من 14 قطعة نقدية من فئتي 5 دراهم و10 دراهم، حدد عدد القطع النقدية من كل فئة. إذا حل المسألة تحديد المجاهيل. إذا المجاهيل هما السؤال، إذا بين السؤال حدد عدد القطع النقدية من كل فئة، شحال من فئة عندنا؟ عندنا جوج ديال الفئات، كاين الفئة الأولى اللي عندها 5 دراهم، كاين الفئة الثانية اللي 10 دراهم. إذا ليكن إكس عدد القطع النقدية من فئة 5 دراهم، ثم ليكن إكغيك عدد القطع النقدية من فئة 10 دراهم. هنا غالبا في الامتحان الجهوي المسألة كتكون مرتبطة بالنظمة الأولى، غالبا كتكون مرتبطة بحل النظمة الأولى. ثم السؤال الثاني صياغة النظمة، عندنا جوج معادلات جوج المجاهيل باش نحلوها جوج ديال أو إكس ويكي، ضروري خصنا نديرو النظمة، صياغة النظمة. إذا لدينا عندنا 14 قطعة، 14 قطعة نقدية من فئة 5 دراهم و 10 دراهم، شنو كيعني؟ إلا جمعنا الفئة العدد ديال الفئة من فئة 5 دراهم العدد الفئة من 10 دراهم غنحصل يساوي 14. هل هو العدد نقاط القطع النقدية من فئة 5 دراهم؟ هو إكس زائد فئة من عدد 10 دراهم هو إكغيك، شحال كيساوي؟ 14. المعادلة الأولى. المعادلة الثانية هو مبلغ هذا الشخص 100 درهم، يعني المبلغ اللي عنده هو كيساوي 100 درهم. شحال عنده ديال القطع، شحال عنده ديال الفلوس من فئة 5 دراهم؟ يعني 5 ضارب إكس زائد 10 ضارب إكغيك. إذا 5 إكس زائد 10 إكغيك كتساوي 100.
يعني 5 دراهم في العدد ديال القطع النقدية من فئة 5 دراهم ضارب 10 من في العدد القطع اللي من فئة ديال 10 دراهم. إذا النظمة هي إكس زائد إيكغيك كتساوي 14، 5 إكس زائد 10 إيكغيك كتساوي 100. نديرو الحل ديال هاد النظمة. النظمة إذا لدينا النظمة اللي عندنا هي هادي، إكس زائد إيكغيك كتساوي 14، 5 إكس زائد 10 إيكغيك تساوي 100. إذا إكس زائد إيكغيك كتساوي 14 هي هادي اللي عندنا في النظمة. هاي بقينا دابا غير نبينو بأن هادي كتساوي 20، يعني المعادلة التانية عندنا 5 10 100. إذا كنلاحظ أن عندهم واحد القاسم المشترك اللي هو 5. إذا غادي نقسمو على 5 نقسمو على 5 نقسمو على 5 نختزلو ب 5، إكس زائد إيكغيك كتساوي 100 ولا كتساوي 14، 5 إكس نقسمو على 5 زائد 10 إيكغيك نقسمو على 5 تساوي 100 نقسمو على 5، يعني بحال ما درنا والو. إذا إكس زائد إيكغيك كتساوي 14، 5 إكس على إكس هي 5 زائد 10 نقسمو على 5 هي 2 إيكغيك، 100 نقسمو على 10 هي 20. وهذه ديجا لقينا الحل ديالها اللي هو 8 و6. وحل النظمة حسب السؤال الأول هو 8 و6، يعني أن عدد القطع النقدية من فئة 5 دراهم هو 8، وعدد القطع النقدية من فئة 10 دراهم هو 6. دابا نتحقق من الحل، تحقق من الحل. غادي نشوف واش عندنا 14 قطعة نقدية. إذا 8 ديال إكس زائد 6 ديال إيكغيك، 8 زائد 6 هي 14، الأولى صحيحة. نشوفوا الثانية، 8 إذا ضربناها في 5 ديال الدراهم زائد 6 إذا ضربناها في 10 باش كتساوي 100. 8 في 5 هي 40 و10 في 6 هي 60 تساوي 100. بالتالي داكشي اللي لقيناه فهو صحيح، وبهذا نكون سالينا التصحيح ديال هذا التمرين. واللي عنده شي سؤال يمكن يخلي لنا في التعليق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.